السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين على خير وفي خير. كما كتشاهدوا معنا، حنا الان كنتواجدوا في السوق المخصص للخروف ديال العيد. كما كتشوفوا انتما كما كتشاهدوا معنا السوق على ما كيبان خاوي، كيبان نشوفوا باللي واقيلا عبد الجناب عامر شويه في الجناب. نمشيو نشوفوا ان شاء الله السوق كي داير، ونخليكم معنا وما تمشوش بعيد الخط. اخوان كما كتشاهدوا معنا، نعطيكم فكره بعد على السوق كي داير، واش عامر ولا خاوي. ها انتما كما كتشوفوا كاينين هاد التابولات اللي كتشاهدوا معنا، انتما التابولات اللي كاينين هنا مازال خاويه. ها انتما السوق مازال خاوي، بعدا تكون عندكم فكره على السوق واش عامر ولا لا. ها انتما السوق خاوي، كاينين جوج كاميوات خاويين، واحد وحده من اللي ها انتما. هذا السوق المخصص للحولي ديال العيد في مدينة القنيطرة في طريق عين السبع. هانتوما كاين هاد شويه هذا اللي كتشوفوا هنا ديال الحواله، هما اللي كاينين باش اللي يجي يكون عارف شنو كاين في السوق. حنا وريناكم دابا شنو كاين. هانتوما الدنيا خاويه، الحولي ما داخلش للرحبه. دابا هذه هي السوق المخصص للحولي ديال العيد، وغنمشيو نشوفوا الاثمنه كي دايرين. محمد اخوان كما كتشاهدوا معنا، واحد الظاهره ولات كتبان لينا، ان الناس كيخليو السوق خاوي وكيمشيو كيدخطوا بالكراجات. بحال دابا انتو شو واحد الكراج انتو ها كاميو جديد الحولي، راه شو الناس مكشكشين علو في الكراج، مشى للكراج وخلى السوق. ها هو كاميو ديال الحولي دابا، حنا نمشيو ليه نشوف كاميو ديال الحولي ومخلي السوق. ها السوق خاوي، الناس كاينين اللي يشريو، ما لاقين ما يشريو الغلا، وبنادم كيدي للكراج وما ما يدخلش للسوق. هاد الدايره ما بغاتش تفهم ليا انايا، والله ما بغات تفهم ليا بالله. شو عنده نشوفو ان شاء الله الحواله اللي جاب، بلاص ما يدخل السوق كما قلنا هو مشى للكراج. غنمشيو نشوفو اليوم 100 100 هذا ندير اليوم 100 5000 شحال هذا؟ 80 درهم.
راه مزيان هذاك الى عجبك ديروا صدا Oh, my God.